في محافظة الزرقاء وبرعاية النائب طارق خوري، أقيم حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد لأول مرة إذاناً بانطلاق احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في مدينة الزرقاء. إلى التفاصيل. في حفل بهيج وبرعاية النائب طارق خوري، أقيم بمدينة الزرقاء حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد لأول مرة بتاريخ المدينة إذاناً بانطلاق احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وقد عبر المحتفلون من كل الكنائس عن فرح عارم بإضاءة الشجرة التي تعني الكثير لأبناء المدينة وتعبر عن السلام والتسامح والمحبة بين أهلها على اختلاف مشاربهم. حضر الحفل حشد كبير من أبناء المدينة ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومفتي الزرقاء ومدير الأوقاف والمقدسات الإسلامية. وقد شكر قائد مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمال الزرقاء راعي الحفل وكل من شارك بالاحتفال. لأول مرة في تاريخ مدينة الزرقاء تضاء شجرة الميلاد بذراع ونشامة شباب المسيحي بتوحيد الكنائس والطوائف جميعا. نشكر كل الكنائس والخوارنة والرعاية اللي دعموا هاي المبادرة الجيدة. نشكر الحكومة، نشكر كمان الأجهزة الأمنية كاملة بكل تسهيل ما يتطلب حتى نضيء الشجرة بحديقة مقابل مبنى المحافظة في الزرقاء، وهذا يدل على التآخي وبدل إنه في عنا مسيحية كم هائل بالزرقاء. ونشكر كل المعنيين وكل اللي ساعدونا بهاي المبادرة، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكم جميعا.